السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخوات؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. عاوزك اول حاجة على طول تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تاني حاجة تنزل تعمل لايك للفيديو عشان النهاردة معايا اخويا طارق وعاملين اكبر تحدي تكسير عربيات في الكوكب، والتحدي هو عبارة عن ان احنا جايبين 10 عربيات زي ما انتم شايفين. ده عربية طارق والعربية التسلا اللي جنبها ده عربيتي، وهو مختار العربية ديت وانا جبت الجبال بتاعت الجيش، وبعدين هو جايب عربية الموبيليا وانا اخترت عربية ابو نمير مسمينها ابو نمير، وهو جايب عربية هيكل عظمي وانا جبت تسلا الكهربائية، وهو جايب عربية تريلا على اساس ان التريلا مش هتتكسر لقيت تحدي جامد، وانا جبت برضه عربية نص نقل. فيلا نبدأ التحدي، وكمان الطريق بتاعنا هيبقى طريق صعب جدا، فيلا نشوف الطريق مع بعض. اهو يا شباب طريق اهو، زي ما انتم شايفين العربية هتنزل كده في الحتة ديت، كل المطبات دي تكسر في العربية، وبعدين بعد ما تنزل هتنزل وتلف لتحت كده زي ما انتم شايفين، وهتنزل فوق الجبل. يا ترى العربيات هتنزل سليمة ولا متشملة خالص؟ فاحنا دلوقتي هنرجع للعربيات. جاهز يا طارق؟ ان شاء الله. توكل على الله. بسم الله. بسم الله. طول يا مجنم استنى ادور لك العربية الأول، نسمع صوت الموتور الأول قبل ما يتدمر. بسم الله. وبدأ طارق. ايوه، وش العربية ترمي الاول والموتور ضرب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بس كده الموتور فصل كهرباء ومية. اتفادت الكاوتش طارت. كده الموتور ما عادش شغال يا جدعان خالص. لا شغال اهو. شغال فين بقى؟ اللهم صل على النبي. كده بقى نلفها في سندوتش وناكلها خلاص كده. بقت علبة صفيح. ولعت كده أول عربية خسرت مع طارق. نشوف بقى العربية بتاعتي اللي هي أول عربية بتاعتي. بسم الله. ندور العربية الأول كده نسمع صوتها قبل ما تموت. ده ملهاش صوت خالص ما شاء الله. هتتكسر برضه. ده صوتها ناعم جدا. ايه دي؟ خسارة والله، خسارة في النط. الحمد لله الشاسيه جامد شوية. الله العربية جامدة لسه. ما بتتكسرش. العربية نازلة سليمة يا جدعان، والموتور شغال اهو. طلع هيموت، هو ماتش على الموتور. الحمد لله. ايه دي؟ ايه دي؟ الموتور شغال يا جدعان وربنا اهو. استنوا شغال دي بقى. يا عربية بقى صفيحة الصراحة. غير الموتور اللي شغال بس، الموتور اهو داير اهو العالم بيلف. وبتصرخ على الأرض يا جدعان. بس يبقى كده 1-0 ليا، ونخش على العربية التانية بتاعت الطار. بسم الله. الله طارق. والراحة وانت نازل عشان ما العربية متعورش. ايوه ما شاء الله العربيه لسه ما تأثرتش. الشاسين اللهم صل على النبي. الشاسين قدامها ما عادش فيها شاسين. ايوه بقت عامله زي الهليكوبتر. سيب الموتور يا عم شويه. ايوه هوب. ادور كده ادور. خلاص يا جدعان العربيه. لا بقول ايه يا جدعان زي ما انتم شايفين، بقت صفيحة، بقت صفيحة خلاص كده. انا كده كده خسران. لا يا عم ازاي، لسه لك 3 عربيات كده. ايه عربيتين لطارق طارو وانا ليا عربية، يبقى 1-0 لسه. ونخش على العربية اللي على الدور بتاعتي، نسمع صوتها بقى الأول. الله الله. بسم الله بسم الله. اوب. لا على الموتور. لا الله. حظ والله يا جدع حظ. الموتور شغال والعربيه شغاله وبتعود وتمام. ايه العربيه يا جدع؟ نغير يا عم، نعيدها. لا كده هتبقى 2-0. لا مش 2-0. لا يعني نزلت. ما هي ما بقول لك نعيدها. نعيد. هنعيدها يا جدعان عشان ما نزلتش تحت. يلا انا ايوه بس خلاص. الحمد لله الموتور لسه شغال بس خلاص.
يا ساتر ده طارد. يا خراب يا رب يا رب استرها يا رب يا رب استرها يا رب. ده الشاسيه اتفك عن الهيكل خالص. الله الموتور شغال والله. استنوا استنوا يا جدعان. يا ولد ايه دي بقى قبل ما تقولها اصبري بقى يا جدعان. الموتور شغال. الله وقفي بقى يا حجه. الموتور شغال والعجله اللي ورا بتمشي. استنى نفرملها كده والنار طفت الحمد لله. الحمد لله لا يعرف حاجه. الله والموتور شغال يا جدعان. العربيه ماشيه عادي ولا اي حاجه. العربيه اللي ماشيه اهو يا جدعان. ما شاء الله الموتور خلص بنزين كده يا جدعان. 2-0. ربنا يسترها بقى في بيت العربيه. خش على اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادورها لك. يلا نسمع صوتها الاول. يلا ربنا عليك يا تين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه على اوبا اوبا اتعلقت يا جدعان. عادي شغل كده الموتور شغال. ده هي متعلقه والموتور ضارب. الموتور احمر يا جدعان خالصه. تعيد هي عيد عيدها يا عم. تنزل على وشك ليه؟ ايه يعني كده ليه؟ يا ساتر يا رب. العربية يا جدعان اتكسرت. ماشي مش هيسأل والعربية الكابينة بس. الموتور شغال يا رب. ماشي الموتور يا رب نشوف. الله خلاص الموتور راح في جنب لوحده. هي راحت في جنب لوحده. ايه؟ مش هيسيب جنبي يا جدعان. ما عادش فاضل الا الشاسيه. فردت عجل لوحدي بالشكماه. يا فين العربية يا سيدي؟ والفردة طارت. يلا تعالى جنب اختك يما. تعالى هنخش بقى. ستنا كانت شغاله. الفرده لسه طايره هي يا جدعان. دي فيها الروح الفرده دي. يبقى شغال لك سيف. ندور العربيه. الله 1-2. الله العربيه دي صوتها جامد. العربيه ابو نمير عايزينها. الله ابو نمير شد حالك. الله العربيه اتخبطت في الموتور وما جرالوش حاجه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الشاسيه اتفصل يا جدعان. الشاسيه اتفصل خلاص. الموتور فصل. بس الموتور احمر كله لسه. الموتور فصل يا جدعان خلاص. هي دلوقتي بقت عامله زي المروحه ماشيه تلف في الجو. بس لسه هوب. بس كده بقى نجيب لها ايه؟ خرده قديمه للبيع. حديد قديم صفيح قديم للبيع. ولقيت كمان ده عايز المطاف. يلا يا عم على عربيتك يا عم. ايوه الهيكل العظمي ده. الخرده بحالها جت اهي يا جدعان. مش هيحصل لها حاجه. على وشها واديله. اللهم صل على النبي. عربيه جامده يا جدعان ما شاء الله. فين جناحاتها اهي؟ بسم الله دور كده دور. لسه شغاله اهو. الله بسم الله يا رب. عشان حتى ما يطلعناش على الصوت. على الموتور بقى انزلي. الله لسه شغال اهو كده يا جدعان. 2-1 والموتور شغال. تعالوا بقى نخش على العربية بتاعتي. عربية التسلا بقى نسمع صوتها بقى كده من غير صوت خالص. بس كده. يلا بسم الله. كده 2-1. صوتها هادي. هتنزل تلعب. خسارة والله يا جدعان في اللي بنعملكم ده. ايه دي؟ خط واحدة وطارت يا جدعان. مفيش موتور اساسا. بس الموتور شغال والسرعة جايبة 355 اهي. ان شاء الله سريعة جدا. نزل على وشك. ايه ايه على وشي. ده هي نزل على وشها ماتت. بس خلاص بقى الموتور بقى. ما عادش فيها موتور. خدت خبطتين في وشها خلاص. الموتور ما فقد الذاكرة. ماتش بقى عربية. بس بس خلاص 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 كفاية كفاية. لا حول ولا قوة الا بالله. البقاء لله في العربية. نخش بقى اللي على الدور. التريلات. نسمع التريلا الاول. اصبر بقى جامد يا باشا. تعمل في الارض ايه والله العظيم. اوبا ليه 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 يا جدعان. بيحمل الموتور بتاعها.
عاد ياخد ما شاء الله، بس العجل من ورا فرد بيل يا خلاص. ورا حلوة خلاص. السن حامل الموتور، بس الموتور بقى عريان، الكابينة طارت من عليه. لا موتور بقى. يا جدعان بوم، الموتور خلاص كده يا جدعان، ما عادش فيها موتور. بس شكرا على كده، الف شكر كده يا جدعان. يكون يعتبر انا اللي فاز دلوقتي، بس هنجرب اخر عربيه ليا، لان كده 2-1 ليا وطارق، 2 ليا وطارق ليه 1، فكده يعتبر انا الكسبان. بس هنجرب اخر عربيه، يلا نجرب اخر عربيه. جاهز يبقى 3 والنتيجه تزيد، فيلا نسمع صوت العربية كده الأول. يلا تمام جامد، خش يا وحش بقى. كده كده ما يهمناش تنزل على وشها، تنزل على ظهرها، المهم أنا اتنين. اللهم صل على النبي، ردت على الكاوتش، جوز الكاوتش طارو، الصندوق اتطبق، الموتور باص كده. ايه العربية الثالثة الأخرية الخامسة بتاعتي بقت في الصفيح، تعال نشوف ايه اللي هيحصل لها يا جدعان. يا نهار ابيض، الخرب العربية ما عادش لها لازمة، ما عادش العربية دي بقت سندوتش كفتة. اي واحد يعدي من بص، بس 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 احنا بقى الوقت عايزين حد يجي يلم الحاجات دي بقى ويبيعها في الخرد. بس يا جدعان كده العربية طارت، ما عادش فيها عربية أصلا، هو ماشي شاساه والصندوق، وجت جنب أختها وركنت. بس كده يا عم طارق أنا كسبتك خلاص، التحدي الجاي بقى هيبقى أصعب من كده، وإن شاء الله هيبقى فيها عقاب. ماشي المرة أنت عرفت بقى العربيات الجامدة إن هي والعربيات الطرية إن هي، بعد كده تختار عربيات جامدة عشان ما يخسرش. وبكده يا جدعان تكون حلقتنا خلصت. لو انتوا حبيتوا الحلقه وعايزين نعمل منها جزء تاني، انزل اعمل لنا لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك اشترك في القناه عشان تبقى واحد من عيلتنا. ويلا سلام.